السلام عليكم، تحية للجميع، تحية ناس توريد، تحية ناس المغرب بصفة عامة، وشكرا جزيلا أصوات على الاستضافة في موضوع اللي هو مهم، موضوع اللي كيخص الشباب نتاع الفن والثقافة. معكم محمد بوعمارة من مدينة توريد، كانت الجمعية فنية ثقافية لاسم ديالها كومي دراما، وأيضا حاصل على البطاقة المهنية للفنان. إذا فنانة نتاع مدينة توريد كما نقول، الموضوع ديال اليوم اللي جينا نهضروا عليه ونوصلوا الرسالة يعني من هذا المنبر الإعلامي، وهو المعاناة نتاع الفنان أو الفاعل الجمعوي في مدينة توريد. فباش ما نبعدوش وما نتوسعوش، نمشيو مباشرة الفن اللي كيعاني في مدينة توريد. مثلا شباب توريد، كما عطيت واحد الاكزومبل في الاول، قلت حاصل على البطاقه ديال الفنان، وكاين شباب اللي في المستوى وفنانه تبارك الله عندهم ما يقولوا وعندهم ما يخدموا. هاد الناس ما كيلقاوش قاعات فاش يشتغلوا، ما كيلقاوش قاعات فاش يخدموا. زادت الجائحه بلعت كلشي، اليوم ولاو كيعانيو، ولاو كيجلسوا في القهاوي، ولا الناس ماشيه جايه ما عارفاش واش دير. هذا فنان وكيوصل لهذه المرحله اللي هي صعيبه جدا. قبل الجائحة ولا في الجائحة ولا كيف، دائما كما كنعرفوا كانت عندنا دار شباب وحدة. دار الشباب تحولت مباشرة ولات قاعة، قاعة الناس كتقرا فيها لأن ما كاينش البديل. ولكن الشباب ما بقاش عنده دار شباب أو لا قاعة أخرى يعني البديل ديال هذا الشيء، فين يشتغل، فين يدير العروض ديالو، فين يفرغ الطاقة ديالو والموهبة ديالو. مثلا المدن كاملين كما شفنا في إطار الجولات اللي كنشتغلوا فيها، كل شيء عندهم دار ثقافة، عندهم دار شباب، عندهم مندوبية تابعة للشبيبة والرياضة، عندهم مندوبية تابعة دار الثقافة. حنا في توريد ليومنا هذا ما كاينة دار ثقافة، ما كاينة دار شباب، قلنا وحدة راها مشات، بقاو فيها واحد القاعات صغار يعني ما يجزيوناش، وحنايا كاين بزاف ديال الفنانة في توريد. إذا فين أنت غتشتغل؟ فين غادي تخدم؟ مع من غتهضر؟ ولا مع من غتوصل الميساج إذا ما كانتش قاعة؟ كنخرجوا للساحه، كنخدموا في الساحه وكنخدموا، ولكن الانشطه ديال القاعات راه ماشي هي تختلف، لان غادي الناس عندها عروض مسرحيه، عندها عروض تنشيطيه، ما يمكنش غادي تعرضهم في الساحه، خاصهم ضروري قاعه. ما عندناش خشبه ديال المسرح كفنانه على الاقل، حتى حاجه ما موفره منذ سنين. والغريب في الامر حتى واحد ما كيهضر في هذا الموضوع، لانني وجهت سله تدوينات وسله رسالات عن الصفحه ديالي في فيسبوك على هذه القضيه، وحتى واحد ما رد. ما عمرشت سادة المسؤولين مثلا البرلمانيين اللي صوتنا عليهم تاع مدينة توريد انهم يرفعوا واحد الموضوع في هذا الشيء ويناقشوه تا هما غياب هذه الاشياء اللي ما كاينش اللي ذكرتها، مثلا دار الشباب او دار الثقافه. شيء بسيط، دار الثقافه سمعنا غتبنى واحد القاعه ليومنا هذا، كنتسناو مازال ما كاينه، اول شيء بزاف. المجلس الجماعي اللي دور ديالو عنده مهم في هذه القضيه ديال الثقافه والفن، وهو اللي يدعم هذه الجمعيات ويهضر على هذه القضيه ديال دار الشباب ودار الثقافه، ايضا ما كاينش تدخل. مجالس الجهه نفس المشكل، المجلس الاقليمي نفس المشكل، يعني اقليم مدينه توريد يعاني. وايضا واحد الاشياء اللي كنشوفوها كما كنعرفوا، دعم الجمعيات حق، يعني راه حق عاطيه لنا لا سيدنا ولا الدوله المغربيه، من حق الجمعيه تعطى لها منحه باش تمارس الانشطه ديالها الفنيه والثقافيه، لان الا ما كايناش منحه راه غتربع يديها وتجلس، لان صعيب باش تجيب الدعم وانت ما عندكش منحه هنا في المدينه، باش تمشي من مدينتك لمدينه اخرى تبحث على الدعم باش دير اشياء اخرى كيبلعوا لك الطريق. بحال دابا مثلا مدينه توريد 2015 كانت واحد المنحه، 2016 2017 نعرف ان الجمعيه ديالي كما حصلت على المنحه من هاد الخمس سنوات ست سنوات الاخيره، كانت المنحة الأولى ديال 500,000، وأنا كنقولها بوجهي أحمر، 500,000 ما عندها ما تقضي لك أنت عام وأنت خدام. مشات في الأدوات موراها مباشرة واحد الربعة ديال المنيول اللي شريناها مكبرات صوتية، وراها بشهادة الجامع اللي كنشتغلوا بها اليوم هذا، ودوك الماتريال اللي شريناه مكبرات صوتية كتسرجا وكتمشى بها، هي نفعتنا في الجائحة واشتغلنا بها، والحمد لله. يعني كنفكروا للبعيد ماشي غير حدانا، لهذا وفرنا دوك المكبرات الصوتيه اللي نافعين اليوم ونافعين بزاف الناس في الانشطه ديالها. مباشره عطاونا واحد المنحه
يعني في اطار هاد راح نعرف 3 سنين دابا، هذا هو العام الثالث، كيعطيوك منحه ديال 1,200,000 وانت يا عام داير مهرجان قد الخلا فيه شهر ديال ليالي رمضان، معاود مهرجان ديال السلامه الطرقيه فيه التحسيس والتوعيه والمسرح وجاب الفارغ، وبالاضافه للمسابقات ديال التلوين والرسم، فما كافياش، كتولي ما بين قوسين، وزيد لها الناس اللي غتصور لك وزيد وزيد، يعني خاصك مصاريف كثيره، فكتخلص داك الكريدي وكيبقى فيك عاد كريدي. اذا حنا قلنا دابا 5 سنين ولا ما شفتو، حنا حسبنا غير 3 مباشره موراها، ما كانش منح ليومنا هذا، وصلنا العام لهاد 2020 رحنا عاد كنتسناو، ما كاينش دعم ما كاينش اهتمام، علاش؟ ومدن اخرى الناس مهتمين بهم، معاونينهم، كاين حويجات موفرين لهم، عندهم قاعات، كيهتموا بالثقافه، كيهتموا بالفن، حنا علاش؟ ولهذا بغينا الكل يهضر على هذا الموضوع، والكل يكون مسؤول، لان المسؤوليه راه نتاعي انا، ونتاع المسؤول، ونتاع البرلماني، ونتاع المجلس الجماعي، ونتاع الشباب الجمعاوي، ونتاع الفنان، نتاعنا كل شيء مسؤوليه جماعيه. وعلى ما كنعرفوا وكيف ما قالوا بكري الناس وبازير كيردوها، كيقول لك شوف انا نجيب ولدي عندك لدار الشباب ولا لدار الثقافه، خير ما يمشي لقناتك من الكارو يتعلم البليه الله يحفظ، ويتعلم شي الحوايج. اذا كنتوا بكري كتبغيو تحيدوا ولادكم واحد الظاهره اللي صعيبه وكتشوفوها وكتجيبوهم لعندنا لدار الشباب، فاليوم راه ما عندناش دار الشباب، ما عندناش دار الثقافه، اذا راه وصل الميساج. نتمنى الكل يكون يد وحده، نتعاونوا، بغينا دار الشباب تكون، بغينا دار الثقافه كنطالبوا فيها كفنانه. وتحيه للجميع، شكرا جريده اصوات مره اخرى على الاستضافه. اذا عجبك الفيديو خلي لنا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.